في كل مكان بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج بشاير فرح وصيه الرب لينا افرحوا في الرب كل حين ومره تاني يقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا وصيه الرب ان احنا نكون فرحين الرب مش عايزك عابس الرب مش عايزك مكشر الرب مش عايزك زعلان الرب مش عايزك يائس ومحبط وكاره الحياه بالعكس الرب عايز كل واحد فينا من ينابيع الخلاص يرتوي وقلبه يفيد بالفرح النهارده هنتكلم مع بعض عن نفس ما كانتش حياتها سهله ابدا ابتدت حياه صعبه في البدايه وغمرت عشان الرب وانتظرت كتير جدا جدا لحد ما الرب حقق وعوده معاها بس الحاجه الرائعه والجميله انه الرب انجز وعده مهما مرت السنين لانه هو صادق ولانه ليس انسان فيكذب ولان الرب كمان بيعد الاناء ويشتغل فيه ويشكل فيه لحد ما يجي الوقت المناسب ان هو ده انسب واصح واحسن وقت ينجز فيه الوعد الرب بيعمل كده وما بيتاخرش لو سمحت افتح كتابك على رساله العبرانيين واقرا معايا الايه اللي في عبرانيين 11 11 والشاهد سهل مش هتنساه 11 11 من عبرانيين بيقول بالايمان بتكلم النهارده هنتكلم عن الايمان في حياه ساره بالايمان ساره نفسها ايضا اخذت قدره على انشاء نسل وبعد وقت السجن ولدت اذ حسبت الذي وعد صادقا لذلك ولد ايضا من واحد وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثره وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد كثير لما بنسمع عن الايمان يجي على بالك على طول انه ابراهيم هو رجل الايمان يمكن قليل لما بنفكر طب ما هي ساره اخذت برضو خطوه ايمانيه ضخمه لما اطاعت الرب اللي كلم ابراهيم وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك يقول فاخذ سارة سراي امراته فهي كمان صحيح ما كانتش بتسمع الرب مباشره زي ما كان بيحصل في حياه ابراهيم لكن كون ان هي اطاعت وخرجت وتركت بلدها وتركت اهلها وتركت ناسها واصدقائها وكل الماضي اللي هي جايه منه فده معناها كمان ان هي مصدقه الشخص اللي اتكلم مع زوجها هي مصدقه فيه وهو ده ببساطه تعريف الايمان يمكن احنا بنمارس كتير الايمان في حياتنا اليوميه في امور عمليه من غير ما نفكر هقول لك ازاي لما بتيجي مسافر مثلا وتركب اتوبيس ولا طياره وبيكون في سواق هو اللي او طيار هو اللي انت لولا ان انت واثق في الطيار ده او في السائق ده لولا انك بتركب وسيله المواصلات وانت مطمئن ان هو هيوصلك بامان وانت واثق ان الشخص ده عارف السكه وواثق انه هيعرف يتصرف لما بتروح لدكتور مثلا او بتروح لصيدلي تجيب الدواء من الاجزخانه انت واثق في الصيدلي ده انه هيعرف يقرا روشته وشايف الدواء هو لك بتمارس نوع من الايمان من غير ما تفكر اذا انا بديك الامثله دي عشان تقدر تفتكر باستمرار ايه هو الايمان الايمان هو الثقه الثقه بامور انا مش شايفها يعني انا ما شفتش تدريب الطيار ده شكله ايه لكن انا وثقت في شخص بيمارس الامر ده انا ما شفتش الصيدلي ده اتعلم ازاي لكن انا صدقت ان هو متعلم المهنه دي يبقى الايمان هو الثقه بدون ان ارى بصدق كلام اتقال من شخص انا وثقت فيه وما شفتش لسه لكن باسلك على تصديق هذا الكلام وصل المعنى كده ببساطة يعني سارة الحقيقة عاشت سنين وسنين وسنين مصدقة اللي الرب بيقوله لإبراهيم فأول لقاء الرب قاله لإبراهيم أخرج وهباركك وبعديها بفتره سنين اللي عايز يرجع للاحداث دي بعد البرنامج ارجع ابتدي اقرا من تكوين 12 هتقرا من تكوين 12 لحد التكوين 21 هتلاقي القصه بتاعه ابراهيم وساره متسجله بتفصيل ممكن تطلع الاجزاء اللي عن ساره واقراها ودرسها لوحدك بعد الحلقه ابتدت ساره تطيع الرب وتخضع لتوجيهاته تخرج وتصدق وزي ما مكتوب عن إبراهيم إن هو خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب بالتالي سارة لأنك كنت مرافقة لي خرجت وهي لا تعلم إلى أين تذهب لكن هو ده الثقة في الرب إنه طالما دعاني هو هيهتم بتفاصيل الرحلة الرب النهاردة بيقول لك في الحلقة دي وعن طريق التأمل في حياة سارة إنه لو أط... الرب طلب منك أمر عليك انك تطيع يمكن مش هيوضح لك خريطة الرحلة بالتفصيل يعني الرب يوم ما دعا إبراهيم ما قالوش بعد عشر سنين هيحصل كذا وبعد خمس سنين هتحصل مجاعة وهتتحرك كذا وبعد عشرين سنة هقول لك كذا لا الرب اداله أول محطة اترك أهلك وعشيرتك وانطلق إلى الأرض التي أنا أريك إياها أمين أنا همشي وراك وسارة بالتبعية فالرب بيدينا استناره ووضوح للخطوه الاولانيه صدق ان الرب الراعي الامين هو يسير امامك وزي ما داود اختبر وقال الرب يرعاني فلا يعوزني شيء بكل تأكيد طبيعة الراعي دي ما بتتغيرش لأن الله ليس عنده تغيير بيقول الكتاب ولا ظل دوران ولا أي حتة كده بتتغير فيه هو صالح هو أمين هو الاله الحكيم هو اللي بيرعى فابتدى رعاك من اول خطوه هيكمل معاك للنهايه نرجع لساره تاني بعد وعد الرب ليها من خلال ابراهيم طبعا انه هيباركهم وهيديهم نسل وانتظرت 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 دخلت في مرحله تاني هي مرحله الشك ودايما الانسان لما بيستسلم للشك بيقع في حفره عميقه قوي هي ايه هي لما ببتدي اشك ببتدي ادور على الحلول السهله او ببتدي بدور على حلول بشريه تطلعني من الموضوع أقولك ازاي ساره صدقت ان الرب هيديهم نسل لكن شايفه نفسها السنين بتعدي وخلاص فرصتها في الانجاب بتضيع فاول حاجه فكرت فيها تعمل ايه مش ان هي ترجع للرب وتطلب وتقول له فين الوعود زي ما كان ابراهيم بيعمل، لكن اقترحت حل بشري على ابراهيم، ايه هو اللي يا ساره؟ قالت له خذ جاريتي وادخل عليها والرب هيديك نسل منها، وكان شائع في الوقت ده ان ممكن السيده تعطي جاريتها للزوج من اجل الانجاب، وده اللي حصل وبعد شويه نلاقي ساره بتحصد نتيجه التسرع. انتبه لو الرب مديلك وعد والوعد ده ماكده ليك اكتر من مره اوعى بسبب الوقت ما السنين ما بتطول تلجا للحلول البشريه عايزه اقرا معاك ايه قالها ايوب في اصحاح 23 بيقول ايه غريبه كده اسمعها في عدد ثمانيه بيقول هانذا اذهب شرقا فليس هو هناك بيتكلم عن الرب يقول انا مش لاقيه مش عارف الاقيه هانا اذا اذهب شرقا فليس هو هناك وغربا فلا اشعر به شمالا حيث عمله فلا انظره يتعطف الجنوب فلا اراه ايوب دخل في نفس المرحله اللي دخلت فيها ساره بيقول مش لاقي الرب بروح شمال جنوب شرق